هي تجربة بالنسبة لي، ممكن أنا نقول بالنسبة لي هي تجربة عادية، لأنه مريت بمراحل هنا في المرحلة الابتدائية والمتوسطة، وبعد كنت انتقلت إلى المرحلة الثانوية مع ثانوية عادية، وممكن من خلال ما تلقيته في المدرسة ساعدني على الاندماج في المجتمع في المرحلة الثانوية والجامعية. نظن أنه تعليم أو برنامج مطابق للعادي، ما تختلف فقط وسيلة البرا هي اللي تختلف فقط، لأنه نفس البرنامج المطبق عند العاديين مطبق في مدرسة الأطفال المعاقين بصريا. في اعتقادي أن المكفوف لو وفرتوا له التكنولوجيات الحديثة يصبح حامل إعاقة فقط وليس مكفوف، لأنه أصبحت التكنولوجيا بفضل التطور التكنولوجي لوسائل الاتصال يقدر المكفوف يتخلص من الإعاقة ويتخلص من التبعية للشخص الآخر. التعليم الجامعي ما زال تاني يحتاج إلى توفر التكنولوجيات الحديثة، كاين بعض الجامعات راهي تحاول توفر في المكاتب ديال المكتبات على مستوى المكتبات كما المدرسة العليا للصحافة والإعلام، وفرت كمبيوتر مجموعة من الكمبيوترات تساعد المكفوف أنه يندمج أو للحصول على المعلومة. هذا ممكن مدى بنا التجربة تعم على كل الجامعات الجزائرية، ما تكونش محصورة في جامعة فقط، لأنه نرجع ونقول أنه التكنولوجيات الحديثة هي اللي تخلي المكفوف يتخلص من التبعية للشخص الآخر.